حنرتاح منك غيري. انت حط لي راسي خلاص. مش لما جاوب خلص. اول جو اول سؤال اذا بتجاوبي عليه بتنفذ. يا جماعه ايش هالخطف؟ عيد ميلاد. لا امان لا جيت على المدر حساس. عيد ميلاد اختك. سهل بتعرفين؟ انا كان بدي اعرف مواليد اختك مشان اسالك هالسؤال مشان اعرف اذا كنت عم تكذبي او لا. فرحت سالت اختك عن مواليدها. 22 سنه. ما بيهمني عمرها 22 سنه. اه فاهمه. مملت خلص والله. عن جد ما بتعرفي؟ اه نسيت. شو؟ نسيت. نسيتي. باي تاريخ جيت على تركيا؟ 2016. خلص تمام.